تتواصل الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية مع ارتفاع حدة تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي بين عدد من المترشحين وتسجيل عدة تجاوزات ومخالفات تمحورت حول تمزيق صور ومعلقات وبيانات لبعض المترشحين ما من شأنه أن يؤثر على المشهد الانتخابي. تصرفات من بعض المترشحين ربما مست من حق المترشحين الآخرين، يعني على غرار مثلا تمزيق بعض الصور للمترشحين، أيضا هذا التراشق الإعلامي وهذا التبادل الاتهامات بين المترشحين، كذلك هناك عدم احترام أحيانا للإجراءات المضبوطة من طرف هيئة الانتخابات، وهذا كله قد يؤثر على الشفافية والنزاهة، وقد تكون له أيضا أثار قانونية فيما بعد على مستوى الطعون وعلى مستوى إبطال الانتخابات والنتائج عموما. 26 مترشحا يخوضون السباق الانتخابي الرئاسي ببرامج انتخابية تمحورت حول الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والظروف الاجتماعية للتونسيين، حيث باتت المخاوف تتجدد من تشتيت الأصوات أو صعوبة الاختيار في ظل ترشح عدد كبير من نفس العائلة والتوجه الفكري. كل المرشحين سيخوضون تجربتهم الرئاسية فرادى، لا يوجد اليوم لا في على المستوى العلني ولا حتى على المستوى السري في مستوى كواليس المشهد السياسي اتصالات أو مشاورات بين المترشحين. تشتت العائلات السياسية هذا سيجعل إمكانية الاختيار صعبة لدى التونسيين، ثم أكثر لا يوجد اليوم حسم في من سيكون الرئيس. ومن المرتقب أن يتوجه نحو 7 ملايين ناخب تونسي لمراكز الاقتراع منتصف الشهر الجاري لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للراحل الباجي قائد السبسي. مع استمرار الحملة الدعائية ل 26 مترشح يخوضون السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج الرئاسي، تبقى المخاوف قائمة من تشتيت أصوات الناخبين أو صعوبة اختيار من يمثلهم في قصر قرطاج الرئاسي. ليبقى السؤال المطروح، هل ينسحب أي من المرشحين لفائدة آخر؟ ياسر دبابش، الغد، تونس.